لا طبعا يعني احترامنا، انا ابو تريكه من علامات الكره المصريه، وهيظل علامه من علامات الكره المصريه على مدار التاريخ. ابو تريكه يعني امكانياته الفنيه كبيره جدا، وامكانياته حتى السلوكيه والاخلاقيه لا خلاف عليها، ولكن احنا بنتكلم عن تواصل الاجيال، ما ينفعش ان احنا نرجع خطوه لورا ايا كان، يعني ايا كان الاسماء الموجوده. ما فيش شك ان هذا الجيل جيل حقق انجاز يستحق انه يكون في كاس العالم. ودايما الاجيال السابقه كل واحد بياخد وقته وكل واحد بياخد عصره، ما فيش حد يعني ما فيش حد بيظل الى الابد. يعني في من زمان جدا، مش عايزه انسى اسماء، من ايام الكابتن خطيب وجي كابتن طاهر ابو زيد، وبعدين جيلنا، وبعدين جيل ابو تريكه، وبعدين دلوقتي جيل تقدر تقول جيل محمد صلاح. فدي اجيال كلها بتتواصل، ما ينفعش نرجع لورا، بالعكس كل جيل ان شاء الله. وده اللي بتكلم عليه، ان احنا عايزين بعد 2018 عندنا رؤيه مستقبليه مين الاجيال اللي جايه عشان تحقق الانجاز ان شاء الله.